محمد طرق قال دنيا باطمة معليه لحكم ولا سجن وغادي يجي المغرب في الصيف يشوف بناتو. بس انه انا اي من البحرين للمغرب عشان يوم ما اعتقد ان انت ترضونها، بس انه يقول لك نص الاجازة كذي على حسب ما قاله، وان نص الاجازة الصيفية راح يكون معي، وهذا الشيء لازم استغله باقصى قوتي، واكتم نشوف ان شاء الله من اللي بنسجن. كشف المنتج البحريني محمد طرق عن زيارته لابنته غزل وليلى روز من طليقته الفنانة المغربية دنيا باطمة خلال فصل الصيف. وظهر محمد طرق في بث مباشر عبر حسابه الشخصي بتطبيق تيك توك وهو يتحدث عن موعد زيارته لابنته، لا سيما وان التواصل بينهما انقطع منذ مدة بسبب طلاقه من دنيا باطمة. وأوضح محمد طرق أنه ينتظر فصل الصيف من أجل قضاء نصف العطلة بجانب ابنته غزل وليلى روز، قائلا ميمكنش لي ينزل على نهار واحد في الأسبوع، سوف أقضي نصف العطلة الصيفية راح تكون إلي ولازم أستغلها بأقصى قوتي. وأكمل حديثه لدنيا باطمة معلي لحكم ولا سجن وغادي يجي المغرب في الصيف. دابا غادي يجي محمد طرق في الصيف يشوف بناتو النصف العطلة الصيفية، حيت ميمكنش ليه يجي من البحرين على نهار واحد، حيت حدات لي المحكمة نهار واحد في السيمانة. ويذكر أن المنتج البحريني محمد طرق اشتكى أكثر من مرة من حرمانه من رؤية بناته أو الحديث معهما منذ حدوث مشاكل بينه وبين زوجته السابقة الفنانة المغربية دنيا باطمة. وفي تصريح سابق كشف محمد طرق أنه يعيش حياة سعيدة رفقة زوجته الثالثة ولم يندم على طلاقه من دنيا باطمة. وتحدث محمد طرق عن حياته الخاصة في بث مباشر على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك، حيث كشف عن هوية زوجته الجديدة والتي صرح أنها من المملكة العربية السعودية. وفيما يخص طلاقه من المغربية دنيا باطمة قال أنه لم يندم على طلاقه من دنيا باطمة وأنه سعيد الحياة ومستمر، حاولت معها ولكن ملي الإنسان يوصل مرحلة كرامته تهان صافي كل واحد الله يسهل عليه،